طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. بناء القرار المؤرخ 29 يناير 2024 تحت رقم 4950 على 5 الذي بمقتضاه صدر الأمر المطاع على جلب الشريف أسماء الله وأعز أمره الله يبارك مرتدي في اليوم الغالي والكبير جاء في القرار السادي السادة الممثلين السلطة العسكرية والأمنية والمدنية والسادة وجماعة الشباب السادة الطلبة الحكومة السير رئيس جامعة عبد الملك التسالي السادة عملاء ولاية القوى القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرئيس الأول لهذه المحكمة المختصة المحدثة والمصادقة على اقتراح مجلس الأعلى السلطة القضائية بشأنها وأرجو من العلي القدير بأن يوفق السيد عامل عمالة الفحص أجرى أصالة عن نفسه ونيابة عن السيد والي جهة طنجة طوان حسين عامل عمالة طنجة قصيدة خلال تحقيق التطبيق الأمثل للقيم الفضلة من عدل وحياد ومساواة واستحضار أكد برسم دورة شتنبر 2023 لتعيين رئيسا للمحكمة الإدارية لطنجة هذه المدينة التي وصفها الكاتب الأمريكي وعرى الأدباء العالمين المناعين بطنجة أوربوز بالمدينة الحلم في حضور هذه المناسبة التاريخية وأرجو أن تكرر ذلك في هذه المناسبة الجاية إن شاء الله. قال تعالى في كتابه المبين أي اليوم السيد الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المتدرب للمجلس الأعلى السلطة القضائية السيد الوكيل العام إدارة محكمة النقد رئيس النيابة العامة السيد وزير العدل السيد وكيل القضاء في المملكة السيد عضو مجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد عامل عمالة الفحص نجرة أساس عن السكون الموازع عن السيد والي عمالة جهاز طنجة القصيمة عامل عمالة طنجة قصيمة السيد رئيس جهة طنجة تطوان حسين السادة المسؤولون القضائيون السيد كاتب العام لوزارة العدل السادة المدراء المركزيون لوزارة العدل السادة النقباء هيئات المحامين وممثلي المكاتب الجهوية لمساعدة القضاء السادة الممثلين